حدث اليوم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على السيد الوكيل العام المالك بمحكمة السنية بالتغريدة 25 مشتبه به تم تقديمه من السيد الوكيل العام في الدور أجرية في الدور الاستنطاق من طرف السيد الوكيل العام. الوكيل العام قدم ملتمس للسيد قاضي التحقيق من أجل متابعة المشتبه بهم 25 أربعة منهم تم إحالة المسطرة من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد تعميق البحث. 21 مشتبه به سيحالون على السيد قاضي التحقيق. المعلومات اللي خرجت لنا بأن السيد قاضي التحقيق التمس إيداع 20 مشتبه به، فيما مشتبه به رقم 21 ملتمس للسيد وكيل العام كان لأجل اتخاذ ما ترونه مناسبا بالنسبة للسيد قاضي التحقيق. التهم لحد الساعة لأن المتابعة ديال السيد قاضي التحقيق مازال ما يمكنش أنا نجزمو في التهم المتابعة بهم. كاين الاتهام اللي تحولوا به من عند السيد وكيل العام لحد الساعة باقي لحد الساعة المسطرة باقا ما تحالش عند قاضي التحقيق. يلاه هي في طور إحالة للسيد قاضي التحقيق، ما يمكنش نجزمو بتهم المتابعة بهم او التي التمس السيد وكيل العام من السيد قاضي التحقيق متابعه المشتبه به من اجلها. كاين تعميق البحث غيتحالوا الشرطه القضائيه الفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه من اجل لا في حال الصلاح من اجل تعميق البحث. هادشي اللي كاين بالنسبه للمعلومات اللي كاينه دابا. طبعا مازال عند السيد قاضي التحقيق منهم بينهم رئيس زياره الشرف السي بي وي السي سعيد الناصري ومجموعة من المشتبه بهم.